حكمت محكمة جنح الاقتصادية بمصر بالحكم على يوتيوبر مصري بالحبس شهر وتغريمه 20,000 جنيه مصري وكفالة 5,000 جنيه مصرية بتهمة سب وقذف الفنانة منى زكي بعد عرض فيلم أصحاب ولا أعز. وبيقول محامي منى زكي بأنها تعرضت لهجوم من المتهم والإساءة إلها عن طريق فيديو بثه على اليوتيوب، بالإضافة أنه المتهم ظهر بالفيديو ووجه مسبات لعدد من الفنانين بألفاظ خادشة للحياة ومسيئة إلهم والأعضاء بنقابة المهنة التمثيلية. وتقدم أشرف زكي نقيب المهنة التمثيلية ببلاغ للنائب العام ضد اليوتيوبر وبيتهمه بالإساءة، وطالبت النقابة في بلاغ التحقيق يلي بيتضمن جرائم السب والقذف والطعن بالشرف بمعاقبة اليوتيوبر ويلي بيعاقب عليه القانون المصري. وبيقول شعبان سعيد بأنه هاليوتيوبر سب عدد كتير من الفنانين بنفس الفيديو ونشر وروج أخبار كاذبة عنهم واتهمهم بتهمة التشهير وسب وقذف وطعن بالأعراض، وهالشي سبب أضرار مادية وأدبية جسيمة. لهون بيكون وصلنا لنهاية حلقتنا لليوم، شوفكم بحلقة جديدة من حقائق مع رامي. سلام.